انا تيك توك ترند، وقال لي انا في كفه والعالم كله في كفه. وبعدين سقف بكفتين على وشي. بتابعه بس عشان بنتي، براقب يعني عشان ريتا، بس يعني عشان هي بتحب التيك توك قوي، فعشان كده انا بتابعه. يعني هو احنا كبرنا نعمل فيديو زي ما بنعمل على انستجرام او فيسبوك، نبوست صوره، نبوست حاجه بساوند عاجبه بنتي بنعملها انا وهي. بتكلمك مش بترد، مشغول. طب ما تقول ما انا هو بقول. لا انت اتغيرت، ما بقتش تحبني. جعفر العمده، ايوه. لا لذيذ يعني، بيبقى دمه خفيف. انا شخصيا قلدته يعني بشخصيه ايمان، مش بشخصيه دلال. قلدت الساوند بتاعت دلال، ولا لذيذه قوي. في حد كده عايز اقول له انا دلال فتح الله يا بنت، انت وهي بنت حماده فتح الله اكبر سايخ فيكي يا سيده. في ناس دمها خفيف و اسئله محرجه والله العظيم. بصي بدون ذكر اسماء لان انا مش فاكره حاجه بصراحه. في ناس دمها خفيف وفي حاجات اوفر جدا مش تبعنا ومش شكلنا ومش مجتمعنا، ولكن لا يعني اكيد. بصي انا شايفه ان كل حاجه في الدنيا دي فيها حاجه حلوه فيها حاجه وحشه. زي انا بحب السوشيال ميديا اكيد، وافضل سكرول زي كل الناس وبفضل انزل ستوريز وكده، ولكن مش عايزه تبقى هو ده الاعتماد الكلي مثلا لجيل بنتي مثلا، ان هو ده الاعتماد الاول والاخير. في ناس تيك توكرز بيبقوا لزاز بصراحه، يعني ممكن افضل اسكرول شويه كده قبل ما انام اقعد اتفرج على حاجات ببقى اوكي. ها عجبك؟ اخطبها لك يا حبيبي؟ عجبك؟ ايه رايك؟